مين؟ فلتو ثانية. فهمتوا ثانية. لا فلتو ثانية. دي بتاعت الراجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. بوكسي فينا يا باشا. يلا يلا. بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحة زبالة. انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهرة صباحي مع بعض. فين انت مين؟ معاك بطاقة يالا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معكش بطاقة كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا 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 اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. انا اسف يا باشا. لا لا انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ها يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر يا باشا. مع الف سلامه. رأفت تهاني، عايزه كل حاجه مظبوط، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجة. لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. عقبالكم انتوا كمان. قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب أنا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. أنا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي، كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت، اتفضل امشي من هنا. الله أمشي وأسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب أرحب بيهم حتى، إحنا برضه ناس بتفهم في الأصول. يا رافض! تهاني! يلا! طلعوه بره! محسن ده المفاجأة الحلوة دي يا فندم. ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 معقولة، ده رب تحياني النهاردة يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي أمك؟ الحمد لله، كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسرة رخرة، وعملت إيه؟ أبداً، جت استلفت من أمي. يلا بره بره. طب ثانية برا، ثانية واحدة والنبي يا مدام هتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رافض مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي برا انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتذر للناس اللي جاية دول وناكل لقمة خفيفة وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة؟ ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك
وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1,200,000,000. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جاي لي دلوقتي علشان ازق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نوقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. وبس في حاجه واحده يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجتي احنا معانا شريك ثالث في الجروب. مين؟ بوبوس. يعني ايه 1,200,000,000؟ ما يفضلش منهم ولا مليم. كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفة، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عمولة البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع، يا يقول لنا اتغيرت علي انا ازعل اولع، ما هو كل ده عايزنا ارضي التكة، فانا بنكة انا كان مالي ومال الغلب ده؟ واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، انا ما بقتش طايق اعيش فيه. ما تسيبه يا اخي وتغور في 60 داهية. ارفع قضية سب وقذف. شوف بتقول له غور في 60 داهية، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شوية وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزة تجيب فلوس بأي شكل. طيب اسمع، انا اللي حاسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وانا شال ايدك بقى على 20,000,000 وامشي دلوقتي. طيب ما تاخدي انت النص بتاعي واديني 12,000,000. يا اخوانا الحل موجود، حد يجي يشيل الليل على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه، ويا دار ما دخلك شر. هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5,000,000. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه؟ يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهجة هانم النشار، دي فرصه سعيده. اهلا وسهلا. في العصه دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيره. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا احنا يا دوبك شركة في الفيلا بس. معقول انا ابص لواحده زي دي؟ تعالى يا فندم تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد هنا، اتفضلي اتفضلي يا هما، قبل ما تفرجوا على القصر. على فكرة أنا بحب الأنفوش جدا، لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الأنفوش. أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش. دي أوضة، أوضة إيش حالة؟ ما كنتش هتجوز في أوضة. دي أوضة في بيتنا، هي أوضة في بيتكو، وبعدين أنا أبويا وأمي قفلوا البلكونة بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبة موجودة. طب ومولة السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مولة السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المولة من 3 اشهر، وكل شويه ادفع عرافه تدفع عرافه. طب في حد فيكم بيدفع حاجه؟ الست مننا لما بتبقى وحيده نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص. وحيده زي هانم؟ يا رجاله عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخده بالي. عينيا انا؟
ده ما حدش قالها لي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته، ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجه، لا اله الا الله، انا اتشددت ليكي من اول ما دخلت باب الفيلا. عارفه وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك، ولا وانت بتاخدي دواء الضغط ضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه.